السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة ليوم الأربعاء، والتي نستعرض من خلالها بوجود ضيوفنا الكرام المتواجدين معنا في هذه الحلقة لمناقشة أبرز ما حفلت به الصحافة الرياضية المحلية لهذا اليوم. ويمكنكم التواصل معنا في هذه الحلقة من خلال حساب البرنامج الظاهر على الشاشة. العناوين هي دائما ما نتعرف عليه في بداية كل حلقة. في صحيفة الرياضية: عاصفة زرقاء تدك لوكوموتيف بثنائية العابد والزوري، الهلال أبدع وفي طشكند أمتع. وفي صحيفة الرياضي: الملكي لا يخسر صدارة وجدارة، كسب الأهلي الإماراتي بطعنة مهند وقاتل سيزار وتأهل عن مجموعته. وفي صحيفة النادي: نصر الصدارة يفتش في طشكند عن الوصافة. وفي صحيفة الجزيرة: الشباب بالفرصة الأخيرة يستقبل العين الإماراتي. وفي صحيفة الوطن: النصر الإماراتي يقصد التعاون من الخليجية. وفي صحيفة مكة: النموذجي ينصب شباكه للنمور. عفوا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة. يسعدني أن أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة والمتواجدين معنا في حلقة هذا الأسبوع من استديوهاتنا في الرياض، الزميل خالد الشعلان الإعلامي الرياضي. حياك الله أخي خالد. حياك الله أستاذ خالد، وإن شاء الله تكونون بصحة وعافية جميع الطاقم في البرنامج، وأمسي على الأستاذ العزيز في جدة الأستاذ أحمد الشمراني. ويسعدني أيضا أن أرحب بالزميل أحمد الشمراني الإعلامي الرياضي من جدة. مساك الله بالخير أبو محمد. أهلا وسهلا، حياك الله خالد، تحياتي لك وللزميل خالد الشعلان وللأخوة المستمعين، عفوا المشاهدين. أنا بصراحة يعني أتقدم بشكر الجزيل المعد اللي اختار هالثنائي الجميل المتناغم مع بعض. على فكرة ثاني مرة نكون معك، هذا ثاني حضور لكم في حلقة أنا أقدمها، وكان الحضور الأول يعني أكثر من رائع، وأنا كل أمل وثقة في الله سبحانه وتعالى ثم فيكم بأن نخرج بهذه الحلقة إن شاء الله تعالى بما يليق بحجم ما تقدمها القناة الرياضية في برنامج عالم الصحافة، وبحجم ما يتوافق مع ذائقة المشاهد الكريم. البداية مشاهدي الكرام مع أولى عناوين هذه الحلقة والذي جاء في صحيفة الرياضية: في صحيفة الرياضية عاصفة زرقاء تدك لوكوموتيف بثنائية العابد والزوري، الهلال إبداع وفي طشكند إمداع. يبدو أن الإنفلونزا التي يعاني منها أكلت بعض الحروف التي مفترض تكون في هذه الكلمة، وفي طشكند إمداع أو إمتاع. الخبر هذا في صحيفة الرياضية مشاهدينا الكرام جاء بقراءة للزميل خالد الشايع: تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2015 بعد فوزه على مضيفه
لوكوموتيف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف واحد ظهر أمس الثلاثاء في ملعب يار في العاصمة الأوزبكية طاشكنت في افتتاح مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة من البطولة. وسجل للهلال نواف العابد في الدقيقة 57 وعبد الله الزوري في الدقيقة 71، فيما سجل لأصحاب الأرض رحيموف بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة وحتى بدل الضائع المقدر بأربع دقائق، وجاء هدف حفظ ماء الوجه عند الدقيقة 95، وبات الهلال أول فريق آسيوي في غرب وشرق القارة يضمن مقعده في الدور الثاني في انتظار الطرف الآخر المتأهل من المجموعة الأولى التي يلعب فيها منافسه التقليدي النصر. وسيلعب الهلال مباراته المقبلة مع السد القطري لتحديد هل سيتأهل بالمركز الأول أو الثاني. مشاهدي الكرام اهلا بكم من جديد. اولى عناوين هذه الحلقه الذي تابعناها قبل قليل في صحيفه الرياضيه كان عن التاهل الهلالي الذي جاء عن استحقاق وجداره، حيث استطاع الفريق الهلالي بالامس ان يقدم مباراه رائعه ويثبت من خلالها احقيته بالتاهل للادوار النهائيه من هذه البطوله بهذا الفوز الذي تحقق خارج أرضه. خالد، يعني لو لاحظنا أن الهلال في آسيا غير الهلال الذي شاهدناه في الدوري المحلي قبل أن يتعافى ويعود بعد التعديلات والتغييرات التي حدثت في الفريق الهلالي، وبالتالي كان لها أثر كبير على هيكل الفريق الهلالي وأيضا على المستوى الفني للفريق الهلالي. ولاحظنا هناك عودة لبعض النجوم الذين يعني لم يكن حليفهم الحظ في الفترة السابقة، بان وجود ريجي كامب او في اثناء رئاسة الامير عبد الرحمن بن مساعد، وكان هناك الكثير من الخلافات حول هؤلاء اللاعبين. شوف الهلال انا ضد انه ظهر بشكل مختلف في الآسيا عن الدوري. ضد العبارة هذه، ضد من يتعاطى بهذا الشكل. وانا بقول المسببات انه قد يكون بالفعل انه في 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 اختلاف، لكن اذا عرفنا أو إذا علمنا بالأسباب التي أدت إلى هذا الاختلاف حتما لن نلتفت إليها. أول شيء أنه لن أطرق الإدارة الجديدة، لأني أنا على إيمان تام أنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد لم يستقيل استقالته كانت ظاهرية. الشيء الثاني أنه هذا الاختلاف السبب الحقيقي فيه أنه لاعبي الهلال تجردوا تماما من يعني الإصرار على الحصول على بطولة الدوري، وعندما يكون الفريق متجرد من هذا الشيء أو فقد فرص التأهل لعل في فرصة حسابية ضئيلة جدا، فبالطبع أنه في أي مشاركة له أثناء مسيرته في الدوري، يعني مشاركة بطولة أخرى مثل كأس آسيا أو بطولة أخرى، سيتجلى تماما هذا الفريق، لأنه لن يكون هناك ضغوط جماهيرية ولن تكون ضغوط نفسية على اللاعبين أيضا في قرارة نفسهم أو مع الإداريين المحتكين فيهم. فلذلك كان لما جاء دونيس جاء والفريق تقريبا فقد هذه الفرصة وعمل وظهر هذا العمل. دونيس أنا من الناس اللي أشيد في باين على هذا المدرب لديه انضباط، يعني يشتغل على الانضباطية كثير، لكن من تصريح له سابق وتصريح اليوم أنا قرأته اليوم الصباح، يعني أنا ما كنت أتمنى أنه يظهر بهذا الشكل، أنه لما قال أنه لن أعتمد على الهجوم والفريق لن يعتمد على الهجوم كل الفريق يسجل، هذا الكلام كله تقليدي، كل أكثر المدربين ترى يقولونه، بس هو شاف حظه في مباريتين أو مباراة يعني مشى هذا الحظ فانتهج هذا. يعني انا متاكد انه في مباريات قويه مثل مباراه النصر حتما انه بيجيب مهاجمين مو مهاجم واحد فقط، فلذلك هو الان جالس زي اللي تقول لك يعني زي اللي يقول لك يعني انه يعمل على انتشار اسمه. يعني احنا نعلم انه احيانا في فنانين يقول لك انا في مرحله انتشار ابغى الانتشار، فلذلك هو يعمل على هذا الشيء مع الجماهير وهو حق مشاعله. لكن اكرر تماما، انا مؤمن ايمان تام، عندي قناعة تماما انه سمو الامير عبد الرحمن بن مساعد لم يستقل من ادارة الهلال، لاني دائما لما سمعت هذه العبارة سمعتها من منك لابد اني ارد، يعني وعندي انا معطياتي وحتفظ بها لنفسي. هي استقالة ظاهرية لكن في الباطن هو موجود موجود موجود.
يمكن موجود في قلوب اللاعبين. بالعكس، المفترض في بعض الجماهير او في بعض الاعلاميين الهلال يعني تناقشت معاهم قبل فتره في هذا الشان يعني يتضايقون، مع انها بالعكس المفترض انها تسعدهم، يعني اذا كان بالفعل انه موجود والنتائج كذا انها تسعد يعني. طيب عموما برجع لك النقطه هذه انت ذكرتها قبل قليل، واتمنى ان يكون لنا سبق اذا كان لديك معلومات تدل على ان الامير عبد الرحمن بن سعد ما زال متواجدا على. انا ما ودي نتوقف عندها كثير، لان هي عندي قناعه انا تماما انه ليس بعيد عن الفريق فكريا. هو ممكن يكون لا 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 فكريا لا لا, لا يعني. هو موجود يعني. طيب ابو محمد، يبدو ان الزميل خالد الشعلان يعني ليس مقتنع بما ذكرته عن الفريق الهلالي بأنه فريق بدأ يعود بشكل مغاير في الآسيوية، عطفا على نتائجه التي شاهدناها قبل وجود المدرب الجديد في الدوري. لاحظنا فريق الهلال يدخل في كل مباراة وهو بشكل منظم، أيضا يخرج من كل مباراة كاسب، يعني يمكن من واقع 22 نقطة الهلال استطاع محليا ان يكسب 19 نقطه. ايضا لاحظنا في الاسيويه واخرها كان بالامس استطاع الفريق الهلالي ان يعود من طشقند بالنقاط الثلاث وبالتالي التاهل الى الادوار النهائيه. هي حقيقه عندما تكون تحت الضوء اعتقد انها يمثل لك احيانا نوع من انواع الضغط السلبي. في الهلال منذ أن خسر طبعا النهائي كأس ولي العهد أمام الأهلي، ومن ثم بعده أيضا مباراة العروبة والمستوى اللي ما كان جيد، وأيضا استقالة الرئيس رغم أني طول العمر أقول استقالة، طبعا حسب علمي وربما للزميل خالد عنده أمور أخرى، لكن ظاهريا بالنسبة لي الأمير عبد الرحمن مساعد مستقيل، وظاهريا بالنسبة لي الأمير عبد الرحمن مساعد مبتعد على الهلال وفقا لما ذكروا في أكثر من حديث، لكن يبدو أن عند الزميل خالد ما يبرر مثلا قولا الرجل موجود. وهذه أيضا أعتقد أنها كانت يوم من الأيام ميزة هلالية، يعني بمعنى أنه دائما عضو الشرف الهلالي ما يرتبط بالهلال من خلال تواجده في نفس المنصب كرئيس نادي أو في نفس المنصب كرئيس أعضاء شرف أو نائب رئيس أعضاء شرف أو مدير للفريق. فهذه أيضا أن تمت، وأنا ما أشكك في معلومات الأخ أو الزميل خالد بقدر ما أبحث عن حقيقة استقالة أعلنت وأبحث عن عودة أيضا في الخفاء، لكنها تظل بالنسبة لي وجهة نظر تحترم، وتظل بالنسبة لي أيضا استنتاج من الزميل خالد أيضا يسجل له ولا يسجل عليه إذا كانت المعلومة أيضا صحيحة. لكن ما نراه في الهلال حاليا أنه بيعمل في منأى عن الضغوط، في منأى عن ايضا المشاكل الاعلاميه، اعتقد ان الحميداني ومن حوله ايضا حول الفريق من اداريين وبعض اللاعبين ايضا استطاعوا ان ينقلوا الهلال من مرحله الى اخرى. طبعا لا شك انه استبعاد المدرب وتعاقد مع مدرب اخر سجل ايضا نوع من انواع القفزه الهلاليه من مرحله الى اخرى. حقيقه من خلال النتائج اللي حققها الهلال سواء على صعيد الدوري او على صعيد التصفيات الاسيويه واللي اخرها امس ما كانت متوقعه لكثير من النقاد، يعني وخاصه في ظل ما حدث من انفراط العقد في الهلال، من ما حدث من ايضا تصريحات بعد استقاله الامير عبد الرحمن بن سعد، ما حدث ايضا من كلام وكلام اخر، لكن في النهايه استطاع الهلاليين ان يجمعوا أنفسهم، استطاعوا أيضا بهذا الفريق اللي كان يوم من الأيام مثار سخط كثيرين من الإعلاميين أن يقفز قفزة أعتقد ما هي مستغربة من الهلال. لكن المستغرب أن الهلال طبعا كان يوم من الأيام يجيد اللعب تحت الضغط، لكن حاليا عندما أيضا بيلعب بعيد عن الأضواء، بعيد عن نريد وما نريد، بيقدم نفسه بشكل جميل. فأعتقد أنه ما هي بغريبه على الهلال انه يبدع، وما هو غريب على الهلال انه يفوز خارج دياره امام طشقند، لكن الغريب ان يتراجع الهلال. كل ما عمل المدرب حقيقه اختلف مع الزميل خالد، المدرب استلم الفريق ربما منهار نفسيا، منهار ايضا فنيا، واستطاع بصوره او باخرى هو رمرمت كثير من الامور اللي بيقدمه اليوم. طبعا اعتقد انه عمل جيد وعمل يستحق الثناء وعمل يستحق
الشكر سواء على الصعيد الأداء الميداني أو من خلال أيضا النتائج. دائما أنت عندما تحاكم تجربة مدرب أو تجربة فريق تقيسها بما حقق، يعني بغض النظر إذا كان مثلا قال أنه لديه توجه من خلال تصريحاته، فهذه أمور تظل بالنسبة له ربما تكون جزء من اللعبة. لكن أنا وخالد وأنت عندما نقيم الأمور نقيمها من خلال الملعب، وأعتقد أن الهلال الآن بيقدم مستويات جيدة ومستويات كبيرة ومستويات أيضا تسجل أيضا للإدارة الحالية، تسجل للفريق المصاحب لها طبعا، وأيضا الفريق أقصد الفريق الإداري، وتسجل أيضا لمدرب الفريق ومجموعة اللاعبين اللي استطاعوا أن ينقلوا الهلال من حال إلى حال. طيب أبو محمد، يعني لو لاحظنا الفريق الهلالي ظهر في الفترة الأخيرة مكتمل عناصريا، يعني لاحظنا عودة نواف العابد، يمكن عبد العزيز الدوسري نظرا للإصابة التي أبعدت، لكن عودة نواف العابد لم يعد نواف العابد الذي كان في عهد ريجي كامب، يعني نواف العابد الذي كان متذبذب المستوى، نواف العابد الذي كان يثير الكثير من المشاكل سواء كان داخل الملعب أو خارج الملعب. يعني ما الذي من وجهة نظرك استطاعت الإدارة الهلالية برئاسة الحميداني، يعني عمل ما هو العمل الذي عمل مع الكابتن نواف العابد، لأن نرى نواف العابد مبدع ومتألق في المباريات اللي شارك فيها وأخرتها كانت مباراة الأمس. هو دائما بطبعه أي لاعب مثلا خارق أو الإنسان المبدع بطبعه، وبعضهم أيضا يميل إلى مسألة يقرن دائما الإبداع بالنسبة له بالعدم الالتزام مثلا بالفوضوية، هذا على صعيد أيضا ما نشوفه طبعا من خلال المبدعين كثر خارج نطاق الرياضة. داخل الرياضة دائما ما يكون هناك لاعبين على مستوى عالي من المهارة من فن من، لكن تجد لا أيضا بعض المشاكل، بمعنى أنه ما يكون على صلح دائم مع المدرب، ما يكون على صلح دائم مع المدرج. لكن في فأعتقد أنه نواف العابد من هؤلاء اللاعبين اللي كانوا يحتاج أيضا من يفهم ويتفهم دوره. نواف العابد أعتقد ما هو بلاعب ذاك اللاعب الصغير، له فترة الآن كبيرة في الملاعب ولها أيضا تجربة مع المنتخب السعودي، وهو أيضا من المواهب الجيدة. وأعتقد أنه حتى عودته ما هي بذاك المستوى اللي ننتظره من نواف كلاعب موهوب، لكن أعتقد أنه هناك ربما من لاعب على العامل النفسي أمثال هؤلاء اللاعبين المبدعين يحتاجوا دعم نفسي أكثر من أي شيء آخر. فأعتقد أنه أيضا يفترض على نواف ومنهم على شاكلته من المبدعين اللي دائما يرفضون الالتزام أو يتمردون على الالتزام، أن يحاول أنه يستثمر الموهبة لما يخدم تجربته وكلاعب محترف أولا، وما يخدم أيضا مسيرة الفريق. وأعتقد أنه نواف متى ما التزم ومتى أيضا ما وظف التوظيف الجيد ومتى ما أيضا فرغ نفسه للملعب، أعتقد أنه يشكل إضافة للهلال ويشكل إضافة للمنتخب. طيب أنا ما أدنى أن الكلام اللي قاله الزميل خالد الشعلان يعني يروح من عندنا من حلقة، لابد أن نأخذ منه على الأقل يعني لو أطراف. لا أنا قلت علم عن النقطة. عموما أنا بسألك سؤال، يعني في تصريح سابق الرئيس نادي الهلال السابق عبد الرحمن بن مساعد، يعني اللي ما زلت تصر على أنه ما زال موجود في رئاسة الهلال، هل موجود معنويا أو موجود بشكل آخر؟ معنويا مفروغ منها، موجود سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، يعني علاقته مع نادي الهلال معنويا موجود. طيب لا أنا أتكلم، خلينا أربط ب ما جاء في صحيفة الجزيرة بقلم الزميل أحمد العجلان أن هناك ربما عودة للأمير عبد الرحمن بن مساعد في الصيف. لا 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 أنا ربطي أول مرة أدري أن أحمد العجلان كاتب هذه نهائيا. طيب يعلم الله أني أول مرة. طيب أبغاك تربط بين ما لديك من معلومات وما ذكره الزميل أحمد العجلان. لا أحمد العجلان لن أربطه بحديث لي، أنا اللي تحفظ على أحمد العجلان. طيب ولن أربطه بحديث لي. طيب يعني أنا حديثي من واقع، يعني أنا ما أقول لك، شوف أنا ما أقول أني عندي معلومة وأن واحد زائد واحد تساوي اثنين. أنا لدي حس وشعور بنسبة 100% أن هذا الرجل لا زال متواجدا، ليس على نطاق النتائج. كيف لا كيف 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 لأني أعلم تماما، لأني أعلم تماما أن سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد يعني يتمتع بصفة عنده الإصرار، وعنده يعني لا يتنازل بسبب نتائج وما إلى ذلك، وفريق يعني دبت فيه أحيانا بعض النواحي يعني العشوائية. طيب وما ليش تعاقدات. ليش ابتعد؟ لن يعني لن يتنازل في هذا الوقت. من وجهة نظرك ليش ابتعد؟ طيب أنا ما أبغى أسترسل، يعني على أساس ما
لا أرغب إنه أحد يتوقف عند هذه كثير يعني، وما أرغب إنه في هلاليين حساسين يعني من هذه الأمور. أنت مالك؟ أنا الآن تمنيت، أنا تمنيت إني ما أطلع. أنت الآن أدلت بمعلومة. إيه نعم. ويفضل يعني على الأقل إنك على الأقل تعطينا على الأقل لو إطارها العام. لا معلومة أتيت بها هي لدي صحيحة، لكن أتيت بها في وقت خاطئ يعني. العنوان كان عن عن طيب عن مباراة وما إلى ذلك. طيب وأخطأت أنا في التوقيت. لو جاء أحد وقال إنه الآن يعني بحكم إنه الحميد يعني هو الآن يعني يدير أمور نادي الهلال. كيف يدير؟ لحظة توقف عند كلمة يدير الأمور نادي الهلال، هذه كثيرين إعلاميين ينطقونها وما يدرون. طيب إدارة نادي بحجم الهلال تعتقد إن محمد الحميداني هو رئيس النادي الآن؟ اسمعني خليني اكمل كلامي بعدين نجاوب. انا اشعر خالد خليني اكمل سؤالي لو سمحت. يعني الان وجود الحميداني على سده رئاسه نادي الهلال، الانجازات اللي تحققت في عهد الحميداني يعني انت الان وش الانجازات؟ والله تطور فريق الهلال يا احمد. يا خالد عندك 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 فقره ثانيه؟ لا تطور فريق الان يعني هذا استفزاز. تقول لي الانجازات اللي تحققت انت الان قاعد تستفزني. انا شوف احترم محمد الحميداني لابعد درجه واحترمه بالعكس يعني نتائج وهو يعلم ذلك. نتائج الهلال متطور خالد. لا بس انك تقول التي تحققت في عهد، أول شيء كلمة عهد تقاس بسنوات يعني. إن شاء الله لو يوم. إن شاء الله لو يوم. لا 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 عبارة عهد ما تقاس بيوم. أي. لا ما تقاس بيوم. غير كذا وش الإنجازات اللي حققها محمد الحميداني؟ لا تخليني أتوقف عند محمد الحميداني على أساس ما يشعر المشجع إني أقدح فيه. أنا أمتدحه محمد الحميداني. أمتدحه جدا. بس أنا أقول لك أنا لدي شعور وحس إنه سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد لم يستقل من إدارة نادي الهلال في الباطن. طيب في الباطن موجود في الظاهر المستقيم. طيب عموما يعني لك حريه الاختيار. إيه سواء انت اتيت بما لم ياتي به الاخرين يعني حتى يعني حتى بقول لك يعني الاخرون يعني انه الحميداني الان يحقق انجازات. يحقق انجازات ممتاز واقعيا. ممتاز واقعيا حقق انجازات. تاهل الى دور 16، النتائج اللي حققها في الدوري ممتاز. اذا كان لك وجهه نظر ثانيه أبو محمد، أنا عندي ترتيب المجموعة الثالثة اللي يرأسها ويتصدرها الهلال السعودي، وطبعا الأخ خالد ظهر أنه يرى أن تصدر الهلال السعودي لهذه المجموعة ليس إنجاز. قبل لا أن لا لحظة لا لا لو سمحت لو سمحت أنا بفرق بين الهلال أيوة كلعب وبين فترة مؤقتة تكليف مؤقت يقال أنه تكليف زين وفترة بالأيام أو بالأشهر أو بالأسابيع. لا تربط الهلال كيان كبير، والدليل على ذلك أنه سيلعب مع الهلال الهلال سيلعب مع السد في تحديد المتصدر يعني. حتى لو يخسر هو متأهل. هو الوحيد تقريبا، هو الأهلي هم اللي لو يخسروا لا سمح الله متأهلين. غير كذا الهلال يعني رجع بالتصدر وسيلعب مع السد بفرصة أنه لو يتعادل. محمداني ما لأي تأثير يا أخي؟ لا ليس له تأثير. تأثير بالفريق. طيب. التأثير الجذري قل لي دونيس صنع انضباطية، والدليل كلام الأستاذ أحمد الشمراني يقول عاد لنا نواف العابد. ونتمنى هذه العودة مش الفلاشات اللي في نواف العابد. شوف عينة نواف العابد اللاعب أنا أحترمه أرجو الإجازة وأتابعه كثير. زين في عينات من هؤلاء اللاعبين الموهوبين يحدث لهم دروب في الانضباطية وبعد ذلك يعودوا ثم نمتدحهم وبعد ذلك يعودوا لهذا الشيء. أنا أتمنى أن نواف العابد يستمر على هذه الانضباطية، مو بعد شهر شهرين يحدث له قصة ولا. طيب الزميل أحمد علشان بستعرض الترتيب، في لك تعقيب على ما ذكره الزميل خالد؟ لا وجهة النظر الزميل خالد لدي ما يبررها طبعا، لكن ما زال الزميل خالد يتعامل على طريقة أن يقدم معلومة. لكن في النهاية طبعا أنا متأكد تماما أنه خالد الشعلان عندما يقول مثلا مثل هذا الرأي أو يجزم فأعتقد أنه عنده ما يحمي هذا الكلام. لكن أنا أتحدث عن مسألة الإنجازات اللي حققها محمد الحميداني. أنت ربما يا خالد واسمح لي طبعا على أنه أنت كنت تكلم هو خالد الشعلان أو اللي بيشاهدنا الآن أو أنا عندما نتكلم عن الإنجازات، في الإنجازات طبعا ما تحقق من خلال نتائج مبارياته أو من خلال تصدره أو من خلال، وخاصة عندما يكون معني بهذا الأمر الهلال. لا شك أن محمد الحميداني استلم الفريق طبعا بالتكليف في ظروف ربما صعبة، لكن تعرف أنت تماما
انه حتى ان ظهر في الصوره محمد الحميداني انه هناك ايضا اسماء واسماء خلفه هلاليه ربما لن تترك الهلال، ومن ضمنهم ايضا كما اورد الزميل خالد الامير عبد الرحمن بمساعده هنا. فبالتالي اعتقد انه حتى الهلاليين عندما نسمي هذه النتائج انها انجاز لا يقبلوها، لكن قد تكون مثلا نتائج ايجابيه في سياق البحث عن منجز. طبعا هلالي، الهلال الان امامه ايضا ربما بطولتين فقط اذا سلمنا انه خارج المنافسه عن الدوري، وان كان سيحدد ربما طبعا ستحدد المباريات القادمه اشياء كثيره سواء المتصدر او الوصيف او من خلال الثالث والرابع. لكن الهلال امامه الان مشروع كاس خادم الحرمين الشريفين، وعنده ايضا البطوله الاسيويه اللي تمثل اعتقد بالنسبه للهلاليين من سنوات طويله مطلب اساسي وكاد ان يتحقق، لكن في النهايه تعرف كره القدم ربما في اخر لحظه تخونك. لكن بالنسبه للهلال اعتقد النتائج الى حد الان نتائج ايجابيه، اعتقد انه قياسا بالمرحله الماضيه الهلال الان في وضع اكثر من جيد جدا، ولن اقول ممتاز، لكن اعتقد انه القادم هو من يحدد الى اين ذاهب الهلال على الصعيد المحلي او حتى على الصعيد الاسيوي اذا سلمنا انه تاهل، والتاهل من خلال المجموعات ما اعتقد انه منجز يعني، وخاصه من الفرق السعوديه الاربعه كامله هي تشارك ومطمعها المنافسه على البطوله، وليس فقط هو التاهل على المجموعه او وصول للنهائي وصول نصف النهائي او ربع النهائي. فبالتالي اعتقد ان الهلال يحتاج الحميداني حتى نقول انه حقق انجازات ما يحمي هذه الكلمه، طبعا من خلال انجازات حققها داخل الميدان وليس من خلال ايضا نتائج مباريات ربما الهلال قادر انه يحققها في اي ظرف وتحت اي ظرف. لكن اعتقد انه القادم هو السم سيحدد ان كان هناك مثلا ملمح جديد انه يكتب للحميداني انه من المنجزين في الهلال او عكس ذلك. ممكن تعتقد انه الهلال دائما لا ترتبط انجازاته باسمه او اسمين او ثلاثه. طيب قبل ما ناخذ بستعرض بس مجموعه من التغريدات. انجازات نواف يقول انجازات الحميداني استثماريا واداريا وفنيا هي انجازات يا الشعلان واضحه وصريحه. وش استثماريا؟ وش عفوا خليني اكمل. كلا شوف 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 خالد بس انا بستعرض. مين مشكله خلينا نتعاطى. لا 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 ما عندي وقت. فهمتها بيقول لي استثماريا ما عندي وقت. استثماريا واجتماعيا وش الاستثماريا؟ وعدهم في القناه الى الان ممكن تتواصل معه عن طريق حسابه الشخصي في تويتر. استثماريا انجازات الحميداني استثماريا واداريا وفنيا كل عقود الرعايه ايام عبد الرحمن بن مساعد هي انجازات يا الشعلان واضحة وصريحة، لكن كلمة الحق ظهرت عندما قال هي استفزاز لها. للأسف أستاذ خالد أنت جريتني للحديث، وضعتني في خانة أنا ما تحدثت عن محمد الحميداني نهائيا. أنت الآن جعلت بعض الجماهير تعتقد أني أقدح في محمد الحميداني. طيب خلينا هذا ما كنت أخشى. خلينا نكمل التغريدات لو سمحت أخوي خالد. طبعا وش يمكن هذه يمكن ابرز التغريدات ماجده ماجده يمكن نفس الكلام مكرر. لا تغريده ماجده يقال ان الذي يسير امور الهلال شرفي كبير ولكنه ليس عبد الرحمن بن مساعد. التساؤل كيف يكون الحميداني مخترق ومسير لهذا الحد؟ لا لا مخترق ما في اختراق. لا 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 الكلام. خالد الشعلان عبد الرحمن بن مساعد استقال من رئاسه الهلال شكليا وهو من يدير الفريق هذا ليبرو النصر. عبارة أنا عالم الصحافة أنا ضد عبارة إني أنا قلت هو من يدير الهلال. أنا ضد الكلمة هذه بالضبط. طيب عالم الصحافة هذا الصحفي أحمد الشمراني واضح جدا أنه يكره الهلال كثير، كلامه غريب عن الهلال. يمكن الوقت هو ما يمكن هذا وقت أحمد الشمراني يمكن ما سمع كلامك في الفترة الأخيرة أبو محمد. لا بغض النظر شوف يا خالد حلو الكلام عندما يجيك مثلا لا لما نجيك بهذه الصيغة تكره هذه للأسف الشديد باتت مفردة عندنا في الوسط الرياضي. صحيح. تتداول حتى على الصعيد الكتابي أن فلان يكره للنادي الفلاني. يا جماعة الخير هذه كرة قدم، صحيح أنه مثلا هناك من لا يميل لهذا النادي أو ذاك، وهناك من يتمنى أيضا وسط تقاطع مصالح خسارة فريق لصالح فريق وفوزه لصالح أيضا فريق آخر. فبالتالي ما أعتقد أنه وصلنا لمرحلة أن نقول لفلان أنك تكره الكرة. يا جماعة الخير في الرياضة هذا يعتبر جريمة أعتقد أنا، لأن كرة القدم والرياضة بشكل عام
هي من يجمعنا دائما على مختلف الأطياف، وهي أيضا من يجمع حتى مختلف الثقافات على مستوى الدول وليس على مستوى الأشخاص. هناك من مختلفين سياسيا، لكن عندما يلتقوا عندما تكون هناك مباراة كرة قدم ربما تقدم ما يقدر يقدمه الساسة في هذا الجانب. فبالتالي أتمنى أن ننتقي مفرداتنا. طبعا عندما نحاول ننتقد شخص أو نحاكم شخص من خلال المول، يعلم الله أنني لا أكره أي نادي، ويعلم الله أني أكل الهلال والاتحاد والنصر كل الحب والتقدير والشباب وكل الأندية، وأعشق طبعا بطل الدوري اللي هو الأهلي إن شاء الله يا خالد الشعلان. لا طيب. لا بطل الدوري بإذن الله، من هو الذي يتصدر هو بطل الدوري طيب. والذي لا ينظر لنتائج الآخرين هو بطل الدوري. الله يوفقهم إن شاء الله، إن شاء الله يقدموا إن شاء الله. الله يوفق الهلال ها، الله يوفق الهلال ويوفق الأهلي ويوفق الاتحاد. بس يا خالد صادق، خالد الشعلان يا خالد اللي عندما يناقشك في موضوع خالد فيجب أن توضح حاجة. أنت رميت من البداية أن عبد الرحمن بن مساعد موجود، فيفترض يا أستاذ خالد عندك المعلومة أن تذكرها كما هي. لا بس يبدو أنا أتوقع أنه جاء أطلنا في هذا المحور. لا لا ما هو في هذا، أنت رميتها وتقول له لا ما أبغى أتوقف، أنت رميت قنبلة الآن وتقول لي ما أبغى أتوقف. طيب خلينا نأخذ الترتيب. المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا اللي تزعمها الفريق الهلالي برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، يليه السد القطري وكوموتيف الأوزبكي ب4 نقاط وفولاذ الأحواز الإيراني ب3 نقاط. بهذا الترتيب نقفل الموضوع الأول اللي يمكن أخذ وقت طويل. مبروك للهلال. مبروك للهلال. مبروك. فاتتنا النبوة. مبروك للهلال ومبروك إن شاء الله نقول مبروك للأهلي وإن شاء الله نقول مبروك للنصر إن شاء الله وللشباب إن شاء الله إذا في إمكانية للشباب يتأهل من خلال مباراة اليوم. الموضوع الثاني مشاهدي الكرام معنا من صحيفة الرياضي. الملكي لا يخسر، صدارة وجدارة، كسب الأهلي الإماراتي بطعنة مهند وقاتل سيزار وتأهل عن مجموعته. طبعا أنا لا أقرأ الخبر بحكم عدم وضوح الصوت بشكل مباشر، ولكن سأكتفي بما حدث في مباراة الأمس التي جمعت الأهلي السعودي بالأهلي الإماراتي في جدة، وانتهت المباراة بفوز الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان الأهلي الإماراتي متقدم عند الدقيقة 16. واستطاع الفريق الهلاوي السعودي أن يعدل هذه النتيجة في الشوط الثاني بعد أن أجرى السيد جروس تغييرين ساهما في قلب موازين المباراة لصالح الفريق الهلاوي بإشراك مهند عسيري وأيضا بإشراك برونو سيزار الذي سجل الهدف القاتل والذي كان أعتقد في الدقيقة 75 من الشوط 85 من الشوط الثاني التي استطاع من خلالها الفريق الهلاوي ضمان التأهل للأدوار النهائية بصدارة هذه المجموعة. أبو محمد يعني أمس الأهلي يثبت للكثير أنه صعب المراس وأيضا ليس الفريق الذي يخسر بسهولة سواء كان على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي باستثناء مباراة القادسية التي انتهت بركلات الترجيح، وفي عرف كرة القدم ركلات الترجيح لا ينظر لها على أنها خسارة. برضو على طريقة خالد الشعلان هذا الأمر طبعا معروف ومتعارف عليه ولا نتوقف أمامه. ركلات الترجيح عندما تنتهي المباراة كما قال أيضا نظام فيفا لا تعتبر خسارة، لكن نرجع إلى الأهم. ما يقدم الأهلي أعتقد هذا الموسم هو نتاج عمل كبير على مستوى طبعا الإدارة، على مستوى المدرب، على مستوى أيضا الكبير طبعا أو كبير الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله اللي وفر كل شيء حقيقة من 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 دعم مالي ودعم معنوي وكثير من الأمور، يعني حتى الرعاية يعني الكبيرة اللي حصل عليها الأهلي كان ربما الدور الكبير فيها للأمير خالد بن عبد الله. أما على مستوى الفريق فأعتقد إنه وصل الأهلي مع جروس إلى 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 مرحلة يعني حقيقة تجعل الجميع يصفق لهذا الفريق طبعا، سواء
يغيب لاعب لاعبين ثلاثة، تجد أن هناك حقيقة بدائل يستطيع أن يؤدوا المهمة. وما يسجل أيضا لهذا المدرب أنه ما هو انتقائي في اختياره لكثير من العناصر، بمعنى أنه النجم الحقيقي بالنسبة له هو من يعطي داخل الملعب وليس النجم الاسم. عندما غاب السومة هناك من كان يؤكد أن الأهلي ربما يتعثر، ربما يتغير أداء، لكن لاحظنا أيضا أنه كان بدل السومة سومة ربما آخر، وسومة أكثر ربما أيضا إيجابية من كثير من المهاجمين أساسيين في بعض الفرق. فبالتالي هذه من النقاط اللي تسجل لغروس. أضف إلى ذلك وهذه أيضا من الأمور اللي تمت على مستوى الدوري أو على مستوى آسيا. عندنا دائما يقولوا أنه المدرب الذكي تبان شخصيته في الشوط الثاني أو يبان عمله في الشوط الثاني، ويلاحظ في الشوط الثاني أن الأهلي حضور مختلف، يعني بمعنى أنه يتخلف بهدفين ويقلب المباراة، تخلف بهدف ويقلب المباراة ومن ثم أيضا يكسب. كل هذه الأمور مؤشرات تؤكد لك أن هناك عمل، وهناك أيضا تناغم بين اللاعبين وبين المدرب، وهناك أيضا أوراق رابحة يعرف المدرب متى يستثمرها. يوم أمس حقيقة غاب أسماء مؤثرة بالفريق، لكن ما لاحظنا طبعا في شوط التغييرات دائما والشوط الأهلي الشوط الثاني أن هناك مثلا فراغ كبير تركه فلان أو فلان. بالعكس شاهدنا فريق يلعب معنويات مرتفعة، شاهدنا فريق استطاع أن يعدل النتيجة في وقت، ومن ثم أيضا يتقدم في ما قبل النهاية بدقائق في الوقت ربما القاتل منها. فهذه كلها مؤشرات تؤكد أن الأهلي مع غروس مختلف تماما، والأهلي أيضا ليس غروس فقط، الأهلي أيضا إدارة، الأهلي لاعبين، الأهلي في الأهلي اللي يختلف عن الآخرين. هناك أكثر من كابتن، وتعرف ويعرف زميلي خالد أن روح الجماعة دائما عندما تكون روح على قلب رجل واحد تلاحظ أن الأمور مختلفة تماما، فما بالك عندما يكون أيضا في كرة القدم. فأعتقد أنه مسيرة الأهلي هذا العام مختلفة تماما، وأتمنى إن شاء الله أن تتوج بما يتمناه ويامله الأهلاويين. ولا أقول هذا انتقاص طبعا من فرق أخرى، حقيقة هناك النصر أيضا لا يقل أيضا عن الأهلي، والنصر ربما من الموسم الماضي وهو كما عهدنا يصير بخطة الواثق، بخطة الجيد، بخطة أيضا يشكر عليها من صنع هذا الفريق وهو الأمير فيصل بن تركي. ونتمنى أيضا أن من المواسم القادمة نرى الاتحاد، نرى الهلال، رغم أن الهلال بدأ الآن في العودة إلى موقعه الطبيعي. عندك مثلا أيضا نتمنى أن نشاهد الشباب، ليه؟ لأنه اتساع دائرة المنافسة تقدم لك دوري جميل. هو الدوري الآن جميل والمنافسة بين فريقين، فما بالك عندما تكون المنافسة بين أربعة أو خمسة فرق. أعتقد أن الموسم القادم إن شاء الله بإذن الله نتتسع الدائرة، وفي هذا السياق أيضا لعتاب على جماهير الأهلي. فريق بيقدم هذا المستوى الممتاز، وفريق أيضا استطاع أنه يقدم هذه النتائج الإيجابية، كنت أتمنى أيضا يكون هناك التفاف من الجمهور حوله. ما شاهدته من فراغات أمس في ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز حقيقة أمر مؤلم، لدرجة أنني غردت، قلت أنه أبرز ما ينقص الأهلي في هذه المباراة طبعا هو غياب اللاعب رقم 12. وأتمنى أيضا من المباريات القادمة ألا نشاهد هذا الغياب، لأن الجمهور هو روح الفريق، الجمهور أيا كان هو من يصنع دائما الفرح، وهو بحق وحقيقة اللاعب رقم 12. فما بالك عندما يكون الأمر مرتبط بجماهير الأهلي اللي عرفنا عنها الحب والوفاء والجنون أيضا في دعم مسيرة فريقها. واحد من الشباب محمد يقول لي لو بتترك المجال أحمد الشمراني هو يتكلم عن الأهلي بيألف مؤلف. والله لا، بس اني رايح بيوصل للرياض. خالد بيوصل للرياض. خالد رايح ظروفك الصحيه يا خالد، لانك اليوم انت فقلت على الاقل اخذ دورك ودوري. الله يعطيك العافيه. شكرا شكرا محمد. محمد انت من خلال كلامك الان قبل قليل يعني كانك توجه رسائل زميل خالد الشعلان وتقول له ان الاهلي بحضور السومة او بدون السومة يعني فريق جاهز ومنافس على بطولة الدوري. هي ما هي رسالة لخالد بقدر ما هي رسالة ايضا لكل من كان يعتقد. خالد ما عمري قرأت له يوم من الايام انه يقول لك الاهلي فريق السومة، لكن هناك من كان يؤكد، وخاصة بعد مباراة القادسية هناك من ألمح لهذا الجانب. وتعرف انت انه في وسطنا الرياضي من يستثمر احيانا العثرات ليبني
من خلالها ما يريد، لكن في النهاية أعتقد أنه النتائج والأرقام والأهداف هي من يرد على مثل هذه الأمور. لا أنتقص من أداء السومة، السومة إضافة للأهلي، والسومة ربما يستاهل جائزة أفضل لاعب غير سعودي في المملكة هذا العام. طيب خالد، بالنسبة للنادي الأهلي في شأن مشاركته الآسيوية ما تحتاج مني تعليق يعني فنيا على المباراة، المباراة واضحة للجميع. كان رتمك هذا شوي ها؟ كان رتمك هذا شوي يعني؟ لا 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 أبدا، فترة استرخاء. النادي الأهلي أنا اللي شاهدته البارحة وسمعته شاهدت وسمعت كبير يمتدح كبير لمصلحة نادي كبير اللي هو جروس. جروس بعد المباراة ماذا؟ طبعاً أنا أترك الشق الفني تماماً. طيب طبعاً أستاذ أحمد شمراني أو أي أحد. جروس أنا شاهدته يمتدح برونو سيزار على الهدف اللي سجله، ويمتدح لأنه كان منقطع وما إلى ذلك، امتدح اللاعب في تصريح. كذلك يحسب الجروس هو قدم لنا لاعب كدنا، أنا أقول كدنا نحن إنه ممكن يعني لا نراه بهذا الشكل اللي هو مهند عسيري. حتى برون سيزار ظهر في أكثر من تصريح أو في تصريح إنه ما زال على عدم وفاق مع الأهلي. شلون أنت ما فهم؟ يبدو ما فهمت أنت حديثي. أنا حديثي عن جروس، وأنا أتكلم لك عن إنه حتى إذا كان كلامك صحيح يحسب هذا الكلام لجروس. نعم. يعني على أساس إنه امتدح برونو سيزار على أساس ممكن يهدي من أوضاع إذا كانت صحيحة اللي أنت تحدث عنه. طلع وأكد إنه. فلذلك أنا أشوف إن هذا المدرب صراحة مدرب جيد. أنا من الناس اللي أنا أعشق المدربين الانضباطيين، أول ما ألتفت للمدرب الانضباطي، المدرب الانضباطي، لأنه المدرب مسؤول عن جماعة، والجماعة إذا لم يكن فيها أو راسخ فيها روح الانضباطية، بغض النظر عن موهبة وما إلى ذلك هذه تعطى بعدين، الانضباطية هي أهم شيء. أنا أشاهد فريق منضبط تماما. جروس لا توجد له صدامات داخل الملعب ولا خارجه. هذا اللي حبيت أني أعلق عليه في شأن النادي الأهلي. طيب. في مشاركته. ودليل على ذلك أنه حتى لو يخسر مباراته القادمة ممكن يلعبها بالأولمبي بأي صف آخر، حتى لو يخسرها هو متصدر، لاحظ هو متصدر يعني. طيب بالنسبة لحسين المقهوي، إذا كنا نتحدث عن اللعيبة وتوظيف جروس للاعب، حسين المقهوي اللي كان يلعب في الفتح ليس هو حسين المقهوي اللي يعني الان يقدم مستويات اكثر من رائعه في الاهلي. الاهلي لا، انا في في في, في ايضا اناس يقولون عكس كلامك انه يقدم مع الفتح كانت مستويات رائعه، ممكن افضل من الاهلي. الاهلي مجموعه متكامله من اللاعبين، يعني ممكن في بعض العيوب ممكن ما احب اتطرق لها انا لاني انا لست مختص فنيا، ولذلك كنت تعرفني اني اعطي هذا الحمل للمختصين، بس انه اتكلم عن فريقي يمتعك اذا شاهدته لن تغلق التلفاز. هذا طبعا بعد النصر، حتما بعد النصر مهما يكون مستوى النصر يعني لن تغلق التلفاز، لان عوده النصر مفرحه للجميع للمجتمع كله يعني، وشاهدناها العام الماضي. فلذلك تحديدا عن النادي الاهلي يعني ما يحتاج تعليق كثير، هو يحتاج تعليق عن جروس، هذا المدرب اللي انتشل الفريق، كان الفريق يعني يتربع في السابع والثامن والسادس، وكان اللاعبين الاجانب كل يوم نسمع اللاعبين اجانب رايحين واللاعبين اجانب جايين. جروس يعني وضع الرتم هذا هادئا تماما. طيب ناخذ الترتيب الخاص بالمجموعه الرابعه من دوري ابطال اسيا واللي يتصدرها الاهلي السعودي ب رصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويليه نساف الأوزبكي برصيد 7 نقاط. حتى في حال فوز نساف الأوزبكي في لقائه القادم لن يكون هناك أي تأثير على الصدارة، وستبقى الصدارة أهلاوية بحكم أن هناك فارق 4 نقاط. أما الأهلي الإماراتي الذي يأتي ثالثا ف يأتي بعده تراكتور تبريز الإيراني برصيد 4 نقاط من 5 مواجهات، وما زالت المنافسة قائمة في هذه المجموعة بين نساف الأوزبكي والأهلي الإماراتي الذي سيلعب مباراته القادمة في دبي، وإذا كسب هذه المباراة فإنه من الممكن أن يتأهل مع الأهلي السعودي للمرحلة النهائية من هذه المجموعة ودور 16 من هذه المجموعة. طبعا الخبر الثالث مشاهدينا الكرام معنا من صحيفة النادي.
نصر الصدارة يفتش في طشقند عن الوصافة. طبعا في جولته الآسيوية الخامسة أمام متذيل المجموعة يتطلع النصر وهو يواجه مضيفه الأوزبكي بنيدكور باستاد بنيدكور بطشقند في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري آسيا للوصول للمركز الثاني في حال تعثر منافسه الخوية أمام بيروزي الإيراني، وتعتبر هذه المواجهة صعبة للعالمي في دائرة التنافس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. هذا الخبر الذي تحدث عن مشاركة النصر الآسيوية والمباراة التي ستقام عصر هذا اليوم في طشقند مع بنيدكور الأوزبكي، هذه المباراة التي يأمل النصراويون منها الفوز بهذه المباراة وتعثر الخوية القطري حتى يتمكن الفريق النصراوي من احتلال المركز الثاني، وبالتالي يلعب مباراته في الرياض أمام الخوية القطري وهو مرتاح البال، ويكفيه التعادل في حال تحقق ما أراد النصراويين في هذا اليوم. خالد، النصر يعني اختلفت عليه الآراء، النصر في الدوري بصعوبة يسير لا أنا ما أشوف، على الرغم من تمسكه بالصدارة، ولكن لا لا النصر لا لا. هناك أشخاص يريدون الحديث بهذا الشكل، انه يعني يعطون الطابع انه النصر يسير بصعوبه ما الى ذلك. فريق يعني فريق في الدوري، بسألك سؤال بكل صراحه، يعني لحظه قبل ما نتحدث عن هذا عشان ما انسى، انا تفضل زميله الاخوان الزملاء في زميله النادي صحيفه النادي العنوان، انا دائما مع الفصل بين البطولات، يعني النصر لما تجي وتتكلم يفتش في طشقند عن وصافه، اللي بيقراها هذه العنوان بيعتقد النصر هو المتصدر في مجموعته ويفتش فعلا عن مد المجموعه، لا يعتقد انه، خليني اكمل، انه النصر صدره هو الدوري. ولذلك هذا العنوان ممكن بعض النصراويين يفتخرون فيه، انا ضد الافتخار بهذا الشكل من العناوين، لان هذه العناوين تعطي ضغط على الفريق، تعطي ضغط على الفريق، يعني الجمهور يضغط، يعني انه انا اعرف انه بطوله اسيا لا علاقه لها بالدوري، تقدموا لما تقدموا الدليل هذا هو الهلال، يعني الآن ضمن المركز الأول تقريبا بالتعادل أو بالفوز، ومع ذلك هو في الدوري ضعيف. نصر الصدارة يفتش أيضا إنه من صاغ هذه العبارة، دقيقة طيب لا 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 دقيقة خلني أكمل معلومتي، طيب من صاغ هذه العبارة حتى ما تمر الكلمة اللي ذكرتها قبل قليل، خلاص من صاغ هذه العبارة النقطة الثانية، إنه يعتقد إنه النصر إن لم يعني حتى لو فاز في مباريتين زين، يعني إذا فاز بعد ساعتين بإذن الله وبعدها المباراة الأخيرة مع الأخوية ممكن يكون في الوصافة، يعني مش في الصدارة، والدليل وإثباتي أنه لا، ممكن لفاز سيجمع 8 نقاط، عفوا 11 نقطة، سيصبح يمتلك 11 نقطة لأنه الآن يمتلك 5 ومع مباريتين 11 المتصدر 9. انا اتكلم حسابيا، فلذلك العنوان انا ضده، هذا من ناحيه. من ناحيه النصر انا لازلت اقول بان النصر يكمل مسيرته في ثوبه اللي قدمه في الدوري العام الماضي، بل هذا الدوري يقدم اشد، ودليلي على الاشد، اولا منافسه نادي الاهلي، ونادي الاهلي متكامل تماما من ناحيه الجهاز الفني واللاعبين، ولا احتاج اني امتدح هذا الفريق. ثانيا لا زالت فرصة المنافسة حسابيا للهلال في هذه الجولة، في قبل ثلاث جولات انت تقول الهلال ضعيف، انا اتكلم عن الاداء، انت تقول الهلال ضعيف، يا اخي اتكلم عن الاداء، ضعيف اداؤه، وضح ضعيف اداؤه، في فرق ضعيفة اداؤه وكيف ينافس يا اخي؟ ضعيف اداؤه، ضعيف اداؤه، تقارنه باداء النصر ولا الهلال ولا الاهلي؟ لا تقارنه. الشيء الثاني انت نسيتني، ايضا الضغوط الجدول، الجدول هذا لا على لحظه خالد، يعني خلينا نتوقف عند النقطه هذه، خلينا نتوقف عند النقطه هذه، شلون ما تقارن مستوى الهلال في الفتره الحاليه بمستوى النصر والاهلي؟ ما اقارن انا مستوياته،
أنا بوجهة نظري تماماً. الآن يعني الهلال المحلية ما يقنع؟ أنت بتخليني أكمل ولا تقاطعني بس أنت لا تمرر لا تمرر العبارات يا خالد، خليها تمشي كذا. لا 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 شوف 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 خلني أكمل لو جزء بسيط وبعد ذلك أنت تتكلم. يعني لن في وقت. شوف أنا أؤمن تماماً أن الهلاليين الذين يشاهدون الهلال الآن أو أحد بعيد عن الهلال تشجيعاً أو حباً زين يؤمن إيمان تام أن الفريق جالس يقدم، لكن ليس هو الهلال اللي نعرفه إحنا. هلال يعني ثلاث جولات لا 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 ليس الهلال ليس الهلال نهائيا ليس الهلال أختلف معك ليس الهلال اللي جالس يصير. أنت بتعطيه الهلال الهلال اللي نعرفه الهلال اللي نعرفه في وقت بداية عبد الرحمن سعد لما كان عنده رادوي ومع جريتس هو هذا الهلال؟ لا ليس هو. شيء ثاني خليني أكمل الله يعافيك. بالنسبة للنصر الدليل الثاني أنا قلت دليل الأول الأهلي، دليل الثاني الجدول. المشكلة كلامك يخلي فيه تساؤلات كثيرة. يعني الآن إذا أنت تقلل من قيمة الهلال الآن وتقول إنه ليس الهلال اللي يعني في بداية الهلال أيام رادوي، يعني الآن الإنجازات اللي تحققت عفواً الإنجازات اللي تحققت سواء كان للأهلي أو للنصر عفواً خليني أكمل بخليك ما رح أرد على هذه النقطة. لا بخليك أكمل لكن سأكمل دليل الثاني. فوز النصر في بطولتين مثلاً شفت في فترة الفترة أنت تتكلم عنها فوز الأهلي يعني فوز الاتحاد مثلا يعني هل هذا يقلل من الفرق هذه يعني لم تكن بذاك المستوى؟ ضعف الهلال هو اللي خلاها تحقق النتائج. خلاص خلاص اكمل الهلال برشلونه الان زين خلني اكمل هذه النقطه. دليلي الاول كان الاهلي، دليلي الثاني الجدول الان. الجدول من اعنف يعني التي سيواجهها في توقيتا ونوعيه الفرق يعني في التوقيت في النوعيه يعني من تاريخ 3/7 الى 26/7 تخيل تقريبا 23 يوم الفرق، احيانا يكون 4 ايام واحيانا 5 ايام. طيب وفرق جميعها يعني عنده منافسه في ثلاث بطولات عرفت اللي هي الدوري كاس خادم الحرمين الشريفين والاسيويه 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 مع مين مباراته؟ اسمعني اسمعني لو الله يخليك تفضل يعني تفضل انا معك. مباراته الاخيره يعني ممكن انا امرر لو كانت هي المباراة الأخيرة مع الشباب لا إله إلا الله مباراة النصر الأخيرة في الآسيا في الآسيا في الآسيا مع الأخوية زين ممكن أمرر أقول لا الجدول سهل لو كانت مع المتذيل اللي هو يونت كور اللي يلعب معه اللي يلعب معه اللي سيلعب أنت خليتني طيب يلا تفضل تفضل اللي سيلعب معه اللي سيلعب معه زين اللي سيلعب معه لو كانت هي الأخيرة ممكن أنا أمررها مباراة اليوم بنيت كور يا خالد يا خالد اللي يلعب معه اليوم خالد 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 خالد, خالد انا لازم اعيد النقطه تفضل تفضل شوف نادي النصر الان وضعه اصعب من الدوري الماضي وانا قلت لك قبل شوي لما انت جبت ادل قلت كيف تقول انه النصر وما قلت لك النصر الان عندي عليه ضغوطات اكثر من العام الماضي من ناحيه انه لنيل الدوري وجبت دليل حق النادي الأهلي ولا يحتاج أني أسترسل. الدليل الثاني الجدول المضغوط في التوقيت بالأيام وفي نوعية الفرق، ودليلي أيضا على نوعية الفرق اللي هو سيلعب مع الأخوية اللي هو منافس وليس سيلعب مع اللي بيلعب معه اليوم يعني لو أنها متأجلة نذكر. فلذلك النصر يعني حتى لو لم يقدم إلا نصف مستواه لابد نقول أنه قدم 90% لأنه جدول يا رجل يا رجل هذه أمامي في ثلاثة سبعة سيلعب وفي سبعة سبعة سيلعب في 11/7 سيلعب 17/7 سيلعب 21/7 سيلعب 26/7 سيلعب حتما لو كان هذه التواقيت لطلاب بيدخلون قاعة اختبارات سيقدمون احتجاج على للدكتور أو للمدرس اللي وضع هذا التوقيت وبينها رحلات يعني في رحلة للنجران وفي رحلة للمجمعة وفي رحلة الآن بيرجعون حتى لو كانت طائرة خاصة وليس أقول ذا الكلام هو للركن في خانة الميول أو للعشق أو ما إلى ذلك جدول أمامنا ودليل الأعنف الثالث دليل الأعنف اللي هو النادي الأهلي خرج من كاس دوري خادم الحرمين خرج من كاس الملك زين خرج ولذلك ليس عليه ضغوطات والدليل الأعنف الثالث أنه في آسيا أيضاً الأهلي تأهل فلذلك الضغط على الأهلي ضغط واحد اللي هو انتظار وترقب مباريات النصر فقط النصر اللي يقول أنه النصر ما يترقب نتائج لا عليه ضغوط في الجدول عنيف الجدول هذا طيب حقاً لو
لو حصل النصر على بطولة الدوري هذا الموسم سيعتبر، أنا بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي عشان ما يزعل مني النصراويين ولا غير النصراويين، ستعتبر هذه البطولة من أقوى وأميز ومن اللي أكثر الشخص النصراوي يفتخر فيها في تاريخه كله كله منذ أن تأسس. طيب من حق المشاهد الكريم على أن نقرأ تغريداتها، بقرأ تغريدات قبل ما أروح لأبو محمد. فارس نجد عالم الصحافة يقول المذيع إذا جاء طاري الهلال يزبد ويرعد ويقول للشعلان اختلف معك. الزبد والرعد فيه مطر. ما ادري يقول انت مذيع ولا ضيف، التعصب الاعمى للمذيع. طبعا انا سبق في حلقه سابقه تحدثت وقلت انا ماني بهلالي واقسمت بالله اني لست هلاليا. طبعا حمود العلي شكرا وهذا رايك. عالم الصحافه لخالد الشعلان، مستوى الهلال اسيويا افضل من مستوى النصر. ناقد اجتماعي هو يقصد مستوى بستعرض ما قارن انا بستعرض عفوا خالد لا 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 انا ما قارنت بين النصر في اسيا ولا انا بستعرض التغريدات انا بستعرض التغريدات لا اقل ولا اكثر. خالد الشعلان قال عن الهلال والحمداني والرئيس المستقيل ما يتمناه وليس ما يعلمه الجميع. ناقد اجتماعي خالد الشعلان لا يجامل وهذا ما يزعل الهلاليين. طبعا يمكن هذه ابرز التغريدات اللي اليوم امتدحتهم انا كثير، امتدحتهم في ثلاث مواضع. طيب خلنا نكمل حلقة خالد. أي أقول امتدحتهم ما قلت شيء. أبو محمد تفضل. والله يا أخي إني مستمتع بحواركم الجميل، لكن طبعا خالد له رؤيته وأنت لك رؤيتك وأنا كذلك. يعني مسألة إنه الضغط، الضغط حقيقة اللي بيتحدث عنه على كل الأندية. يعني إذا كان إحنا على مستوى المملكة العربية السعودية، طبعا هناك من كان يوم من الأيام يقول إنه كل الأمور تسير على كل الأندية. أنا معه، لكن فرق بين نادي يبحث عن بطولة، طبعا ضغط البطولة يختلف عن ضغط تحسين المراكز. يعني عندما يلعب النادي يبحث عن ضغط بطولة واحدة ولا نادي يبحث عن ضغط ثلاث بطولات؟ خلني أكمل أنا. لا لا بس ودي تجاوب على هذه. خلني أكمل. طيب يا خالد أكمل وباقية الحديث لك. فاللي بيقوله الزميل خالد عن النصر كلام صحيح، لكن سار على كل الأندية. ومن يعني الأسبوع قبل الماضي قبل ما يخرج الأهلي من القادسية، طيب ذهب إلى الجوف، طلع من الجوف إلى الشرقية، رجع من الشرقية إلى جدة، من جدة طلع إلى 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 حرمة. كل هذه هذه قدرنا إنه 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 وطننا قارة. لكن اللي يفترض أيضا في هذا الجانب، إذا كان بنتحدث عن مسألة ضغط الجدول وضغط المباريات وأهمية المباريات، فيجب نتحدث ايضا عن جدول. مشكلتنا احنا ايضا عن مين؟ انه نتحدث عن مين؟ خلي كمل خلي كمل جدول المسابقات، جدول المسابقات ووضعها لك انت للدور الاول. انت تعرف انه وقع كثير من اللغط حول مساله اختيار مباريات اخر الاسبوع لبعض الانديه، وبعض الانديه من ضمنها النصر والاهلي كانت تختلهم ايضا اوقات غير 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 جيده، هذا في الدور الاول. فأنا أعتقد إنه مسألة الضغط موجودة على النصر وعلى غير النصر، لكن ربما كبرت على النصر الآن عندما خرج الأهلي. لكن الهلال ما زال في الدائرة. صح إنه تأهل وصح إن الأهلي تأهل وخفت الضغوط، لكن النصر هو اللي وضع نفسه في هذا المأزق، يعني المأزق الآسيوي. يعني كيف وضع نفسه في هذا المأزق؟ النتائج اللي حققها، يعني الهلال تتأهل، الأهلي بعد هو اللي وضع نفسه في هذا المأزق وخرج من القادسية. خرج هذا خرج سنتين. خرج بس تأهل على مستوى آسيا. لا 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 تعودنا للماضي. أنت تتكلم، أنا أبغى من الآن الجدول. أيه. لابد أن تعترف أستاذ أحمد أنه أيه. النصر يواجه ضغط في النوعية في التوقيت. يعني طب بس النصر اللي يواجه الضغط في النوعية يكفي والتوقيت. يكفي أني استشهدت أنه سيواجه ضغطه النادي الأهلي، النادي طيب عظيم كبير. طيب خلني أكمل يا أستاذ خالد. أنت يمكن ربما لك رؤيتك وأنا أيضا لي رؤيتي، أحترمك وأحترم رؤيتك، لكن في المقابلة اسمعني حتى أنتهي بعد أعلي. محمد اللي لاحظت على خالد يعني أنك إذا تطرقت للجانب النصراوي يعني كأنك تثير وتستفزه. ما أدري، أنا أتمنى يعني والله خالد لا بعيد. شوف 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 خالد لا بعيد عفوا بالذات مع الأستاذ أحمد الشمراني. لا 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 بعيد كلنا في هذا، كلنا في هذا البرنامج لنا ميول، ولكن يا خالد بعدين الأستاذ أحمد الشمراني ما استنقص من شيء. يعني بالعكس، أنا الحمد لله الحمد لله أحاول قدر المستطاع أن أظهر بشكل متوازن مع كل الأندية. ميولي المعلنة معروفة، لكن يجب أيضا أن ننصف الآخرين. أنت بتسأل أنا لما تقول خالد، خالد بالعكس، خالد ربما من 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 اسهل الاعلاميين اللي يقدر اخذ واعطي معه، لانه فاهمني وفاهمه وحبيب وحبيب حبيب وعقليته نظيفه. لكن المشكله يا خالد ما هي في ده. المشكله انت موسمك يبدا بمرحله وينتهي ايضا بمرحله، محدد لك وقت انك تنهي الدوري فيه. انا معك ان النصر الان بيواجه ضغط كبير
وانا معك انه ايضا الاهلي ترى بيواجه نفس الضغط، اليوم خلص المباراه لكن اللي خدمه خروجه من الكاس، لو استمر الوضع كان استمر على ما هو عليه. ما عاد عنده ضغط الاهلي، تقول سيواجه الاهلي ضغط، ما عاد عنده ضغط خلاص. عنده يوم ضمن بطوله اسيا فقط، يترقب نتائج نادي النصر فقط. وهو اللي استطاع انه يضع نفسه في هذا الموقف الجيد على مستوى اسيا، تاهل بكير يا خالد على مستوى الكاس طبعا. ايوه بس النصر ما طلع بكير في كاس خادم الحرمين لانه ما قابل الاهلي، لو قابل الاهلي في زي كاس ولي العهد كان المشكله الاهلي قابل القادسيه. لا بعض الفرق تستمتع مع بعض الفرق يا خالد. في تعليق لي. لا في تعليق خلني اكمل يا خالد، خلني اكمل. تركت لكم المجال. فانا اتمنى وهذه ما هي الخالد الكثر على هامش هذا الحديث، اذا بنطلع في برامج رياضيه وكل مننا يبحث عن انه ينحاز المدرج على حساب اخر، في الافضل ان نقدم انفسنا كمشجعين بدلا ما يسبقها اعلامي واعلامي رياضي. انا اتكلم في المجمل وليس عن حلقه اليوم. طيب يا اخي قدامي ناس كثير يعني بيسمعوني بيلاحظوني، انا اتمنى ما تحول يوم من الايام الى 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 مشجع متعصب، اناصر قضايا ربما هامشيه على حساب قضايا مهمه. اليوم نحن في كره القدم السعوديه حقيقه بنعيش وضع مأسوي على مستوى الإعلام المتعصب، على مستوى المشجع المتعصب، على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. فيفترض أن نحاول قدر المستطاع أن 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 نخف شوية من 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 مسألة حدة البحث عن 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 انتصار النادي على حساب المهنية. في الوقت اللي يجب فيه أيضا من خالد الشعلان وأحمد الشمراني وخالد البيشي، عندما يكون هناك مثلا فريق بيقدم مستويات جيدة ومستويات باهرة، أن ننصفه. أنا زي ما قلت لك الآن وقلت لك سابقا أن النصر من الموسم الماضي وهو نجم الموسم، فالآن عندما أقول أنه تراجع في آسيا والنتائج ما خدمته، لا يعني أني بنتقص من حق النصر بقدر ما تحدث عن واقع. وفي المقابل أيضا عندما يتحدث خالد عن 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 جدولة مضغوطة وإلى آخره، هذه قدرنا في الدوري السعودي اللي بيمر على النصر، مر على الأهلي، مر على الهلال، مر على الاتحاد، وهكذا هي ما بعد جدولتنا. لكن أتمنى في التاريخ الرياضي ما بعد أتمنى يا خالد وأنت قانوني ما شاء الله، والنص عندك دائما يسبق الرأي وتعرف ايش بتقول. فاتمنى يا خالد عندما نتحدث عن كل الانديه ان نتحدث بواقعيه. النصر ما اقول لك اللي بينتقص من النصر انا اول من يقف في وجهه، سواء كان اهلاوي او هلالي او شيء. لكن يا خالد ايضا يجب الا نحاول قدر المستطاع ان ننحاز لفئه او ننحاز لفريق على حساب مجموعه. ممكن عندك الهلال. لا استاذ احمد خلي كمل. لا دقيقه هو مره شيء. لازم كمل. مع ودي الاستاذ احمد دقيقه. هو قال قانوني ومدري ايش. لحظه وقال ما ننحاز المدرج ولا يقصدني. دقيقه ما دام انه يقول قانوني وعنده النص او لا، عندي انا ورق فيها ست مباريات، وش يبغى مني غير كذا؟ ورق اتركني من النصر. لنفرض انه نادي الاهلي الحين بيلعب في ثلاث بطولات وفرق بين كل مباراه ومباراه اربع، اجلس اقول كنا كل انا امامي نص، انا اطبق اللي يقوله الان. يقول عرفت الاستاذ خالد دائما ينحاز للنص وينحاز للماده، اعتبر هذه زي الماده. انا الحين اتكلم عن ست مباريات وكل مباراه بين المباراة الثانية أربع أيام وثلاثة أيام. طيب خالد ممكن تجيبني على السؤال ده؟ خالد طيب خالد تقديري الأستاذ أحمد. خالد طيب قم تجاوبني على السؤال ده. ها خالد تفضل خالد. أنا معك في الكلام ده اللي بتقوله، وسبق وقلناه أيضا الموسم الماضي وهذا الموسم، قلته قبل أول أمس كتبت على الموضوع ده عندما كان الأهلي ينتقل ما بين مناطق المملكة يعني. فبالتالي ما حنهرب ايضا من واقعنا في سبيل انه هذا متضرر وهذا مستفيد. هذا وانا معك في كل ما قلت، لكن الان ايش المطلوب؟ انت بتتكلم تقول لي طالما انه قال عن النص، هل هناك لائحه الان تؤجل مباريات النصر طالما نتكلم عن النص؟ لا. طيب ايش المطلوب؟ طيب خالد الضغط ايش المطلوب؟ طيب ضغط المسابقات. طيب ايش المطلوب الان حتى نخرج من هذا المأزق؟ هو قال لي النصر الموسم هذا عكس الموسم الماضي، قلت لا الموسم هذا ايش المطلوب؟ طيب خالد اعطيني حل. هي مو مساله حل، مو مساله حل. الاستاذ خالد سالني قال لي جميع المراقبين او هو
يستشعرون ان النصر الموسم هذا اضعف من لا يقدم كره زي الموسم الماضي. قلت لا غير صحيح، هذه النتائج، لان هذه النتائج يا اخي انا اتكلم عن الضغط في اربع بطولات، والان تبقى منها ثلاث بطولات له. يا جماعه الخير، وبعدين بين اتركنا من هذا، ما دام احنا عرجنا المسابقات في كلمه ويعلم الله اني انا ابغى فيها بس الاجر. انا اوجه رسالتي لرئيس لجنه المسابقات والنائب. طيب يا جماعه الخير، وقت الصلاه، لا لا لحظه 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 استاذ خالد، رجاء. طيب وقت الاذان هذا وقت اذان، فرجاء يرجعون لنا الدوري والكاس ولا الخرابيط هذه، كل البطولات تقام بعد صلاه العشاء، الفئات السنيه بعد صلاه العصر. حكايه الحشر هذه في المغرب وبعدين انا اكون في البيت واشاهد وقت الاذان اشوف لاعبين يلعبون الكره اثناء المؤذن وهو يؤذن كلمة الحق، هذه لا تجوز نهائيا. ممكن نقبل مع بعضنا، احنا ناس كميلي كملاء، يعني نقبل ممكن يكون مشغول اثناء الاذان بشيء، اؤدي مهمه، منشغل، اقود سياره، اكل، ما الى ذلك، لكن اني العب كوره وهو وقت الاذان او اشاهد كوره وقت الاذان، لا. ثم لا، يعني اتمنى من رئيس لجنه المسابقات انه حشر هذه فتره المغرب، رجاء يرجعون لنا الدوري لو يكون بعد الساعه 11 في الليل، مين مشكله؟ شيء مقزز يا رجل، شيء لا يقبله احد. هذا مقترح لا يقبل نهائيا. طيب هذا الامر لو يا رجل لو يقدم فيه الجهات المختصه. طيب استدعاءات، الفكره جزاك لا يجوز. جزاك الله خير، جزاك الله خير اخوي خالد، والفكره وصلت. لا والله بدا خالد كلامه جميل. انا اعلم ان اللاعبين بين الشوطين انا اتكلم عن جماهير. اسمح لي اخوي احمد، اسمح لي خالد الشعلان، انا خالد الشعلان، انت قلت الكلام الجميل والكلام اللي يجب كلنا ان نتبناه. يعني في الان عندما يتكلم زميلي خالد عن هذه النقطة بالذات الأسبوع الماضي في مباراة، ما أعجبني أيضا المعلق الجميل واللي أقول له الآن اضطر عامر، لابد يضطر. عامر عبد الله كان يعلق من استوديوهات دبي، ما بال الأقوام اللي قاعدين يشاهدون المباراة من استوديوهات دبي، كان يعلق وسمع الأذان في الرياض، فبعدين سكت حتى انتهى الأذان يا رجل. فرجعين هذه الرسالة، أنا في فترة بدقائق هذه، أنا سبق تواصلت مع أحد المسؤولين في نادي التعاون بالتحديد، وكان في مباراة للتعاون وكان أذان العشاء في الرياض، أذان المغرب كان في الرياض، وتواصلت معه على أساس أن رابطة المشجعين على الأقل في وقت الأذان يوقفون الهزيج. يا رجل لحظة، ذكرني الرجل أنه في فارق في التوقيت بين القصيم والرياض، وعلى هالأساس أعتقد أن لجنة المسابقات تعمل على هذا الأساس. أعتقد أن الشوط الأول انتهى قبل الأذان. لا أبدا، أنا أعلم تماما اللاعبين يؤدون الصلاة بين الشوطين. أنا أتكلم يا رجل سبع دقائق أو خمس دقائق تركل الكرة أثناء وهو يؤذن، يا رجل مشهد هذا، وحيثما ألقت للدوري للكأس وما إلى ذلك، هذا الشيء لابد أن يتغير، وإذا لم يغيروه سينالهم الإثم في هذا الشيء. طيب عموما الفكرة وصلت، والله يجزاك خير. نقفل الموضوع وننتقل إلى الخبر. هي ليست فكرة، هي فكرة هذا شيء مبدأ ثابت، هو مبدأ ثابت هذا. خالد وراك خالد. طيب من المبدأ هذا احنا استنتجنا فكرتك يا خالد، طلع على فكرتك. لا بس النزاع في هذا الامر، بس انه وصلت الشر في فترة المغرب وترك الكرة اثناء وقت الاذان. طيب امن الله يثيبك ان شاء الله على ما ذكرت، وننتقل الى صحيفة الجزيرة. في صحيفة الجزيرة، الشباب بالفرصة الأخيرة يستقبل العين الإماراتي. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الجزيرة عن مباراة الشباب الذي يدخل هذا اللقاء بالفرصة الأخيرة في لقائه مع العين الإماراتي على أرض الأستاذ الملك الأستاذ الأمير فيصل بن فهد، في الفرصة الأخيرة للحفاظ على بصيص الأمل في التأهل ومسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها مؤخرا وتوالي الخسائر محليا وخارجيا، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام فريق نفط طهران بثلاثة أهداف دون مقابل، ترنح بها الفريق في المركز الأخير وبرصيد نقطتين فقط، ويتوجب عليه الفوز اليوم والفوز في المباراة الأخيرة أمام بختكور إذا ما أراد الحفاظ على الأمل وسيحاول فريق الشباب الظهور بشكل جيد وفتح صفحة جديدة مع جماهيره الغاضبة بسبب تدني المستويات وتفريطه في النقاط.
عفوا مشاهدي الكرام، طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الجزيرة عن مباراة الشباب لهذا اليوم أمام فريق العين الإماراتي. خالد، الشباب في المركز الأخير، ودي أن أعرج على أيضا مستويات الفريق الشبابي في الدوري. الفريق الشبابي متذبذب في الدوري وغير مقنع في الآسيوية. أقول كلمة وما أبغاك تقاطعني. أنا أشعر نادي الشباب أنا أخذت فيه 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 أناس يريدون ينتشلون الفريق، في أناس يريدون التطبيل لإدارة الشباب حاليا، وهذه هي المشكلة. أنت ضد إدارة الشباب الحالية؟ لا، أنا أشوف إن ما قدمته وأنا الأوان إنه خلاص، يعني مو وقتها هذا الوقت، يعني مو وقتها نهائيا. هذا تعليقي على نادي الشباب. يعني ما في اي تعليق، يعني نشوفه في في طيب في اسيا. ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ عوده الاداره القادمه في اسيا يمتلك نقطتين، عوده الاداره القديمه او اداره جديده. لا، اتكلم عن جمعيه عموميه. انا فكري فكر جمعيه عموميه، ويفتح الترشيح ويستقيل الامير خالد بن سعد ويشكر على ما قدمه سابقا وحاليا. والاهم منها لابد ان تنتبه جماهير نادي الشباب لهذه الاصوات التي تخرج في القنوات، ناس بعضهم لاعبين سابقين، بعضهم مداريين سابقين، كلهم ملتفين حول الإدارة الحالية ومنتفعين. لو أنهم خارج كانوا ينتقدون في إدارة خالد البلطان أشياء عادية جدا، والفريق كان متصدر. والآن يريدون تكميم الأفواه على أناس، يعني حقيقة يعني. طيب، وفي أصوات لا للعير ولا للنفير، زي طارق النوفل. طارق النوفل للمصلحة فقط. أنا أشعر كذا أنه للمصلحة، يعني لا يهمه نادي الشباب. أهميته أنه التواجد الأول لا بد أن يرجع هذا التواجد بأي شكل من الأشكال. يبدو أنك ضد الإدارة القديمة أخوي خالد. لا بالعكس، خالد البلطان أنا من الناس اللي أشيد فيه دائما، ويبدو أنك ما أنت متابع لي. عموما الشباب في ظل الظروف اللي يمر فيها بناء على ما ذكرت، لقاء اليوم يعني كيف راح يكون؟ اليوم صعب، على اعتبار أنه لو حتى إذا خسر تعادل سيودع. المشكلة مين في بطولة آسيا؟ يعني المشكلة أنا أعتقد أكبر. أنا لو كنت عاشقا شبابيا يعني كميول لن أنظر لبطولة كأس آسيا، أنظر لانتشال الفريق من هذا الواقع اللي فيه. يعني ما لا أشوف إدارة، لا أشوف أحد، يعني ما أشوف فيه، يعني ما أشوف إلا خالد بن سعد، وخالد بن سعد ليس له ظهور في وقت الأزمات هذه، وحتى لو يظهر ماذا سيقول يعني. وفئة اللاعبين الذين خرجوا الآن من درجة الأولمبي لاحظتهم أنا بغض النظر على الأسماء، ليسوا كما كان يقدم نادي الشباب في السابق نهائيا، لاعبين عاديين جدا، يعني لا تشعر أن هؤلاء قادرين على انتشال الفريق ككرة قدم. طيب، تفريط الشباب في عبد الله شهير؟ لا، عبد الله شهير أصلا لم يفرط نادي الشباب. عبد الله شهير لم يكن منضبطا في الشباب والآن في الاتحاد، قصة عبد الله شهير، يعني لا نحصرها في عبد الله شهيل. عبد الله شهيل لاعب انا اعتقد قدم ما لديه يعني لن. طيب، والدليل على ذلك لو يترك نادي الاتحاد، واعتقد انه الان تنظر قضيته في لجنه فضل المنازعات، هيئه فضل المنازعات، لو ينتهي امر عقده او انه يبقى يعني بدون نادي، ما اعتقد انه سينال يعني ناديا كبيرا ولا ينال مالا كبيرا. طيب أبو محمد، الشباب اليوم يخوض لقاء أمام العين الإماراتي، طبعا هذه تظل الفرصة الأخيرة للفريق الشبابي بعدما تأكد عدم مشاركته في الموسم القادم في بطولة دوري أبطال آسيا بحكم خروجه عن الأربعة التي من الممكن أن يعني يتأهلوا للاستحقاق القادم من دوري أبطال آسيا. العين الإماراتي هل هو ذاك الفريق السهل الذي من الممكن أن الفريق الشبابي يعني يحاول أن يصحح وضعه من خلاله في دوري أبطال آسيا فيما تبقى من مباريتين؟ هي المشكلة الآن ليس هل العين صعب أو سهل، المشكلة هي في الشباب. لا أدري إلى أين ساير الفريق حقيقة، يمر بوضع ما خاصة في السنوات الأخيرة ربما ما مر على الشباب أسوأ من هذه المرحلة، بمعنى أن هناك حقيقة من فترة إلى أخرى نسمع أن هناك تصالح بين اللاعبين، ونسمع وعود، ونسمع أنه مرحلة تصحيح قادمة من الجولة القادمة، من الجولة اللي تلي هذه الاجتماعات، لكن نتفاجأ أيضا بمستوى باهت وبخسائر أيضا متواصلة.
المشكلة اليوم ما هي في أن يكسب الشباب أو يتأهل عبر بوابة العين، بقدر ما هي في الشباب نفسه. يحتاج الشباب الآن إلى وقفة جادة لإعادة مثلا وهج الشباب، إلى إعادة أيضا أمور كثيرة طبعا تصحيحية داخل الشباب. هناك من يتحدث زي ما قال لك الزميل خالد الشعلان عن الشباب طبعا بأحاديث متناقضة، والانقسامات حول الشباب موجودة، لكن أنا من وجهة نظري اللي بيصير الآن في الشباب هي ربما أيضا مرحلة خالد بن سعد يحاول من خلالها إلى 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 صناعة جيل آخر. وهذه تعرف أنت في دور المحترفين صعب جدا بين موسم وآخر أنك تستطيع صناعة فريق، لأن الأمور تتغير وعندك أيضا منافسين على مستوى كبير ما يمنحونك الفرصة. اللي حدث في الفترات السابقة عندما الأمير خالد بن سعد استطاع أن يبني الشباب الحقيقي عندما نزل إلى دوري الدرجة الأولى، ومن ثم عادوا إلى 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 مصاف أندية الممتاز كبيرا يلتهم البطولات واحدة الأخرى. طبعا اليوم تغير الوضع، مسألة أنك تعتمد على فريق أولمبي أو تعتمد على شباب أو ناشئين، قد تبحث من خلالهم عن لاعب لاعبين، لكن في المجمل أنت تحتاج إلى 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 عناصر على مستوى عالي من أندية ثانية كما هو حاصل بين الفرق. وأعتقد أنه مباراة اليوم هي قد تكون امتداد المباريات السابقة. العين طبعا فريق إماراتي كبير وهو بطل الدوري في 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 في, في الإمارات، واستطاع أن يحقق البطولة قبل نهاية الموسم وبمر بمرحلة جيدة. لكن كل ما نتمناه نحن كسعوديين إن شاء الله أن الشباب يتجاوز العين ومن ثم يخطو خطوة جيدة نحو الأمام. ممكن تتوقع أنها صعبة جدا، لأن الشباب الآن بيمر زي ما قلت لك مرحلة ما هي سهلة، مرحلة تحتاج إلى ضرورة إعادة صياغة العمل داخل نادي الشباب، إلى مصارحة الناس. إيش اللي بيحدث في نادي الشباب؟ يوم من الأيام كانت تأتي إدارة وترحل إدارة، ما نسمع ما نشعر بهذا الفراق داخل نادي الشباب، ما نسمع بهذه الصراعات، ما نسمع أن هناك فلان مع فلان وفلان ضد فلان. فهذه إذا كان الشباب دخل في هذا النفق فربما يكتوي بنارها، لأن الشباب تعرف أنت من الأندية اللي ما يتحمل مثل هذه الأمور، خاصة وأنه من الأندية اللي متفق عليه أنه من الأندية اللي يتعامل مع الإعلام بهدوء، ولا سيما في هذه الفترة مع الأمير خالد بن سعد. فبالتالي كل ما نأمل ونتأمل إن شاء الله أن الشباب يتجاوز هذه المرحلة ويعود كما عهدنا دائما منافس وكبير، بل يحرج كل ما من حوله. بل وأعتقد أن الشباب في هذه الفترة ما هي بذيك الهزة اللي تخوف. في لاعبين، في إمكانيات، في هناك عضو شرف طبعا لا يمكن أن يرضى والشباب في هذا الوضع، داعم كبير بحجم الأمير خالد بن سلطان. فنتوقع بل ونتمنى إن شاء الله أن يتم تصحيح الوضع ويعود الشباب كما عهدنا دائما. طيب أنا ما ودي يعني خليك تعلق على ما قاله الزميل خالد الشعلان كثيرا، لكن الزميل خالد الشعلان يرى أن الإدارة الحالية يعني ليست جديرة بإدارة دفة نادي الشباب في هذه الفترة. هو الأستاذ خالد وكثير من الإعلاميين قالوا هذا الرأي طبعا، وربما الحكم على النتائج. فتعرف أنت أنه عندما حاكم إدارة ما تحاكمها على مستوى إيش التنظيمات اللي صايرة في النادي، ولا على 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 على, على أيضا نتائج أخرى ناشئين وشباب. هو دائما أن الواجهة الحقيقية لأي نادي هو الفريق الأول لكرة القدم، فمن خلاله تأتي دائما يأتي التقييم. الأمير خالد بن سعد طبعا ونحفظ له ونحتفظ أيضا بسجل كبير في الرياضة، ولا يعني مثلا عودته هذه في ظل هذه الأوضاع أنها تنتقص من تجربة الرجل أو أن تنتقص من نجاحاته السابقة. فأنا ما زلت مصر إنه الأمير خالد بن سعد لو استمر حتى الموسم اللي القادم، فمن الطبيعي جدا يكون استفاد من هذه المرحلة لمصلحة المرحلة القادمة. وإلا وأنا أثق تماما أيضا الأمير خالد بن سعد متى ما وجد نفسه غير قادر إنه يتجاوز ما يحدث داخل الشباب سيستقيل، لأنه عاشق أصيل لنادي الشباب وعاشق تاريخي لنادي الشباب. وإذا اكتشف أنه هو السبب كل اللي بيحدث ثق تماما أنه سيضحي بالمنصب لعيون الشباب لمصلحة الشباب. طيب إذا خلينا نستعرض في هذه اللحظات مشاهدي الكرام
مباريات اليوم في المجموعة الأولى من يدكور الأوزبكي يستضيف النصر السعودي. هناك اختلاف في الوقت، هناك من يقول أنها الساعة الرابعة والنصف، وهناك من يقول أنها الساعة الخامسة، ولكن بناء على المعلومات التي لدينا فهي الساعة الخامسة. أما فيما يتعلق مباراة الشباب السعودي مع العين الإماراتي فهي في مساء هذا اليوم في الدقيقة 48 دقيقة، وبالتوفيق كم منطقة الساعة؟ 48 دقيقة. الثامنة أي 48 دقيقة. أنت قلت دقيقة 48. لا 48 دقيقة بس عشان البحر يمكن ما سمعت. لا منطقة الساعة. ولا على قولة أحمد الشمراني أنت قاعد تدور علي يا خالد. قاعد تدور علي يا خالد. لا لا. طيب إذا أرجع عن التغريدات، وفي تغريدة بس فيها يعني بتنقى التغريدة. أي بتنقى تغريداتي. قبل كل التغريدات صعبة. زرقاء الرياض تقول الشعلان كأنه حاس أن النصر سوف يخرج صفر يدين من البطولات. وين حاس؟ خلنا نكمل لك الكلام بعدين. جالس يقدم الأعذار والمبررات، عارفين مستواهم وانت صدرهم أتى بمساعدة. أنا أرجع وأشرح وعيد. كلمة الخير هذه أنا ما أتفق معها. لحظة أرجع وأشرح وعيد. نفس الكلام اللي قلت. أنت سألتني سؤال قلت لي خالد النصر الموسم هذا ما يقدم مو متجلي زي الموسم الماضي. فردت بأدلة اللي هي ثلاث أدلة حيال الضغوط التي عليه. المشاهدين ممكن بعضهم المشاهدون بعضهم ممكن أنهم استشعروا أني جالس أبرر. أنا أرد فقط. طيب يمكن هذا يمكن أبرز التغريدات اللي يعني يمكن ولا بقية التغريدات يعني كلها أسئلة مكررة في مواضيع أيضا سبق وأن تطرقنا لها وسبق أن تحدث عنها ضيفنا الكريمين في هذه الحلقة. في صحيفة مكة الخبر القادم: النموذجي ينصب شباكه للنمور. وسط حالة نفسية غير مستقرة يدخل الاتحاد اليوم موقع حامية الوطيس عندما يحل ضيفا غير مرغوب فيه على الفتح في مواجهة حاسمة ضمن مباريات دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلول الرياضية بالأحساء، بعد أن تأهل العميد لهذا الدور بعد فوزه على الرياض بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وابتسم الحظ للنموذجي بتخطيه للحزم بأربعة ثلاثة بركلات الترجيح، ويدخل الاتحاد هذا اللقاء ومعنويات لاعبيه ليست على ما يرام بعد الهزيمة الثقيلة من الهلال في الدوري المحلي 3-0 مع وجود حالة من عدم الاستقرار الفني بين اللاعبين فرضت نفسها على مسرح الأحداث الاتحادية. أما النموذجي فيمتلك فرصة تاريخية لاصطياد النمور لو استغل عامل الأرض والمستوى المتذبذب للاعبي الاتحاد، خاصة أنه بعيد تماما عن المنافسة على بطولة الدوري التي حصل عليها منذ موسمين. لذا فالطريق أمامه ممهد لهزيمة العميد ومن ثم ملاقاة القادسية في دور الثمانية. أبو محمد أنا بتوقف عند نقطة في الخبر وبسألك فيها، اللي هي مع وجود حالة من عدم الاستقرار الفني بين اللاعبين فرضت نفسها على مسرح الأحداث الاتحادية، هل أنت بحكم قربك من الاتحاد جغرافيا هل ترى فعلا أن هناك حالة عدم استقرار فني في الفريق الاتحادي؟ والله اعتقد انه المشهد واضح، المشهد الاتحادي والصراعات واضحه بين المدرب بعض اللاعبين. نتيجه الهلال طبعا الاخيره افرزت الوجه الاخر لهذه الصراعات، وقبلها ايضا مباراه النصر، وقبلها ايضا ما حدث في المعسكر واستبعاد نور والمنتشري. كل هذه امور معطيات تؤكد بانه ما هناك ربما كيمياء بين المدرب وبعض اللاعبين. أنا لا أقول كل اللاعبين، تعرف أنه بعض المدربين يملك شخصية ربما قوية، لكن في النهاية ما يقدر، تعرف أنت كرة القدم يعني تظل في فريق واحد ومجموعة واحدة، أنت أفرض الانضباط أفرض كل شيء، لكن أيضا كن مرن في بعض الأمور. أنا مع خالد الشعلان عندما قال أنه العاجب في جروس هو مسألة الانضباط. جروس منضبط، وجروس ربما لا يمكن بأي حال أنه يجامل أي لاعب تأخر على حساب لاعب منتظم في التمارين مثلا، لكن في النهاية بينه وبين اللاعبين نوع من الود، وهذا ما يفتقده مدرب للاتحاد، وشاهدنا إيش اللي حدث بينه وبين مختار
فلاتة. هي الاتحاد حقيقة من خلال هذه البطولة بالذات ومن خلال أيضا هذه المباراة حيحاول إنه على الأقل ينقذ موسم. الاتحاد قادر إنه يكسب الفتح وقادر إنه يروح إلى 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 النهائي طبعا، وقادر إنه يحقق البطولة، لكن بشرط إنه يكون هناك مثلا نوع من التنازلات من المدرب، أن يكون هناك أيضا نوع من الود بين اللاعبين والمدرب اللي بنشاهده حاليا. حقيقة كلها أمور تؤكد بأن الحال للأسف الشديد ما هو جيد داخل نادي الاتحاد. وأيضا هنا يجب الإدارة أنها تطلع بدورها. الإدارة ما هو تعطي المدرب كل شيء وفي النهاية تترك له كل شيء، يجب أن تناقشه، يجب عندما يخطي أيضا أن تحاسبه، يجب أيضا عندما يتخذ قرار خاطئ أنها تحاول أيضا أن تصحه من خلال اجتماعات. أنا لا أقول تدخل في تشكيل أو تدخل في عمل، بقدر ما تدخل في بعض الأمور اللي تستاهل تدخل الإدارة فيها. طيب أخوي خالد، تعليقي أنا هي رسالة أوجهها للإعلام نادي الاتحاد، أرجو أنها ما تكون طويلة. لا مو طويلة، يعني طويل مو طويلة مع الأستاذ أحمد. أنا لا عموما بحكم الوقت، بحكم الوقت أنت تعرف كلامي كله مختصر. رسالتي أتشعب إذا كان فيه مقاطعة. رسالتي لإعلامي نادي الاتحاد ولاعب وبعض لاعبيه وبعض جماهيره بأن يتركوا التطبيل للاعبين والتدليل لهم على مصلحة الفريق. الجهاز الفني هذا ممتاز جدا انضباطيا، هناك فئة من اللاعبين في نادي الاتحاد لا يرغبون في الانضباطية، وللأسف الشديد إبراهيم البلوي، الأستاذ إبراهيم البلوي جالس يتفرج حتى لو كان مجتمع معه اجتماعي. وبعدين بتركه وش اللي عمله حتى يغضب اللاعبون؟ وش اللي عمله بتركة؟ إذا كانوا يقولون عن مختار فلاتة وإنه خناق هذا، والآن أجل تمرين لمصلحة مختار فلاتة عشان العزل لوالده، عشان يذهب اللاعبون لتقديم العزاء له. بتركة من اللاعبين نفس النوعية اللي أنا ذكرت لك، المدربين نفس المدربين اللي ذكرت لك، مدرب الهلال السابق جريتس. الانضباط ثم الانضباط. بعض لاعبي الاتحاد لا يرغبون في الانضباط نهائيا عبر التاريخ ومعروفين. طيب عموما بإيجاز، الاتحاد تنتظره مباراة هامة ومفصلية على مستوى التاريخ مع الأهلي في ظل الظروف اللي يعيشها الفريق الاتحادي الآن. يعيش الأهلي كما هو، ينتظر نتائج الهلال. طيب، حتى وإن فاز، نتائج النصر عفوا. أنا أتكلم عن الاتحاد، ما أتكلم عن الأهلي. كل الشكر والتقدير لكم مشاهدي الكرام على مشاهدتكم لهذه الحلقة من برنامج عالم الصحافة، والتي استضفنا فيها الزملاء الزميل خالد الشعلان الإعلامي الرياضي. شكرا أخوي خالد. شكرا لكم، وشكرا للأخوان اللي في الكنترول والأخوان المصورين والجميع الموجودين. أيضا الشكر موصول للزميل أحمد الشمراني معنا من استديوهاتنا في جدة. شكرا أبو محمد. شكرا لك يا خالد، وشكرا لخالد. شكرا لك استاذ احمد. الاخر وبعدين اطلع اليوم ما كان بينكم كيمياء على غير العاده يا خالد. ايه شفت مقاطعات وخلاني اغلط كثير بس حبيب هو حبيب خالد، لكن اليوم انت استثمرت تواعكه. كل الشكر ايضا لمن ارسل لنا تغريده وقراناها ولم نقراها، ونسامح من اساء لنا سواء لي او ضيوفي الكرام من خلال التغريدات التي أرسلت على هاشتاغ البرنامج. أيضا الشكر موصول للزملاء في الاستديو الذين ساهموا في إنتاج هذه الحلقة من برنامج عالم الصحافة. غدا يوم جديد وزميل آخر جديد ومواضيع جديدة. حتى ذلكم الحين دمتم بخير، في أمان الله.